أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 168 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وقال المصرف إن قيمة الإصدار تبلغ 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في 8 أغسطس 2019 إلى 6 فبراير 2020. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.95% مقارنة بسعر 3.18% للإصدار السابق بتاريخ 11 من يوليو 2019، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 335%. عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها التنسيقي الثاني، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني وتمكين وصادرات البحرين. وجرى خلال الاجتماع مناقشة متطلبات تصدير المواد الغذائية للمملكة العربية السعودية، حيث تم التأكيد على أهمية ملء الاستبيان الموجود على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، ليتم على أساسه تقييم الشركات البحرينية المصدرة لتتمكن من تصدير منتجاتها بانسيابية من غير أي عوائق في المستقبل، حيث سيكون إلزاماً على الشركات البحرينية المصدرة للسعودية استكمال إجراءات الاستبيان المطلوبة من الهيئة قبل تاريخ 1 أكتوبر. حققت مجموعة البركة المصرفية المجموعة المصرفية الإسلامية ربحا صافيا عائدا لمساهمي المجموعة قدره 56 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2019، بينما بلغ مجموع صافي الدخل 95 مليون دولار أمريكي ومجموع الدخل التشغيلي 442 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها. وارتفع مجموع الأصول ليصل إلى 24.2 مليار دولار أمريكي مع نهاية النصف الأول من العام 2019. وشهد الفصل الثاني من العام 2019 تحسناً كبيراً في أداء المجموعة والوحدات المصرفية التابعة لها بالمقارنة مع الفصل الأول من العام نتيجة النمو في العمليات التمويلية والاستثمارية. وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية. مساء الخير سيد عدنان. بعد تحقيق طبعا هذه النتائج المرضية للمجموعة، كيف تنعكس هذه الأرقام على أداء المجموعة المستقبلي، وما هي خططكم وأهدافكم الاستراتيجية القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير. شهدت نتائجنا والحمد لله شهدت نمو جيد، خاصة وأن الأصول زادت بحوالي أو التمويلات زادت بحوالي 6%، وكذلك الودائع زادت ب 6%، فوصلت التمويلات إلى حوالي 19 مليار دولار، ووصلت الودائع إلى 21 مليار دولار أمريكي. نعم. كذلك زادت الأرباح النص سنوية أو السكند كوارتر اللي هو الجزء الثاني. نعم. زاد بحوالي النمو جيد جدا، يعني حتى الاوبريتنج صافي الدخل التشغيلي زاد بحوالي 35%. نعم. توقعاتنا الحمد لله لاواخر السنه ان بيكون هناك نمو جيد في الارباح وفي الميزانيه. نعم. نتوقع كذلك فتح تواجد او فروع كثيره، الان احنا تعدينا حوالي 700 فرع في العالم. نعم. وعدد موظفينا تقريبا حوالي وصل الى 13000 موظف. نتوقع فتح فرعين في البحرين إن شاء الله، وفرع في المغرب أو فرعين في المغرب، وتقريبا حوالي بآخر السنة بيكون عندنا زيادة في الفروع حوالي 12 فرع في 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 15 دولة. احنا متواجدين الآن في 15 دولة. نعم. فالحمد لله نشوف نتائجنا جيدة، كذلك هناك تعاون بينه وبين البنوك البحرينية والبنوك الإسلامية في البحرين. نعم، كل التوفيق طبعا السيد عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع البورصة المحلية. فقد تقدم مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات اليوم بنسبة 0.04% مقفلا عن مستوى 1545 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,508,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 774,000 دينار تم تنفيذها من خلال 70 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات بقية البورصات الخليجية، فقد أغلقت معظمها في المنطقة الحمراء بتأثير من التوترات التجارية العالمية. ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بانخفاض نسبة 0.84%، وذلك بتأثير من هبوط أسهم قيادية في كافة القطاعات تقريبا. ونتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي أقفل على انخفاض نسبته 0.35%، حيث شهدت المؤشرات انخفاضا بشكل شبه جماعي. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تراجعا نسبته دون 0.10% بتأثير من انخفاض مؤشر قطاع الاتصالات. أما سوق دبي المالي فقد تراجع أيضا وسط تراجع لقطاعي الاستثمار والخدمات المالية بشكل رئيسي. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على ارتفاع نسبته 0.04% تقريبا مع تقدم كافة مؤشرات البورصة العمانية. تعمل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على الانتهاء من ترتيباتها قبل البدء في تطبيق المرحلة الأولى لدفع رسوم الدخول والخروج للمسافرين بشكل إلكتروني عن طريق البطاقات المصرفية، على أن يكون ذلك قبل نهاية العام الحالي 2019. وأوضحت مصادر خاصة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات عديدة تعمل عليها المؤسسة لتسهيل عبور المسافرين وتقليص الوقت، إضافة إلى وجود سبل ووسائل عديدة أخرى تجري دراستها لرؤية كيفية العمل عليها، وسيكون ذلك بعد الانتهاء منها. وإن الدفع الإلكتروني سيكون في الجانبين السعودي والبحريني في الجسر ويخدم مسافري البلدين. أعلنت هيئة قناة السويس المصرية ارتفاع إيراداتها إلى 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019. وقال رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب موميش أن إيرادات القناة زادت بمقدار 300 مليون دولار إلى 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019. وكان موميش قد أعلن أن حركة الملاحة بالقناة سجلت رقما قياسيا غير مسبوق في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة على مدى تاريخها بعبور 81 سفينة، وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد بأعلى حمولة يومية كلية بلغت 6.1 مليون طن. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. أثرياء العالم يخسرون 117 مليار دولار من ثروتهم، ومالك شركة أمازون يتصدر الخسارة. صنفت الولايات المتحدة الصين كدولة تتلاعب بسعر صرف العملة، مشيرة إلى أنها ستعمل مع صندوق النقد الدولي للقضاء على الميزة غير العادلة التي اكتسبتها الصين من خلال خفض اليوان مقابل الدولار إلى الحد الأدنى منذ ديسمبر الماضي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ندد بالإجراء الذي اتخذته الصين بشأن عملتها، إذ سمحت بكين لليوان بتخطي مستوى رئيسي عند 7 يوانات مقابل الدولار، وذلك لأول مرة في أكثر من 10 سنوات، ما جعل ترامب يصف ذلك بأنه انتهاك كبير. ونشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا حول ما وصفته بالهبوط التاريخي لعملة اليوان الصيني، وأوضحت أن اليوان هبط بأكثر من 1%، وهو أقل مستوى وصلت إليه منذ 11 عاما.
نزلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في شهرين مع اشتداد موجة البيع العالمية التي أثرتها التوترات التجارية، مما أدى لهبوط أسهم قطاعات التعدين والسلع الفاخرة والتكنولوجيا التي تتأثر بالتجارة. وهبط المؤشر ستوك 600 للأسهم الأوروبية 2.3%، وتكبد المؤشر أكبر خسارة على مدى يومين في أكثر من 3 سنوات، مع إقبال المتعاملين على بيع الأسهم وشراء الملاذات الآمنة مثل السندات الحكومية. وهبطت أسهم شركة السلع الفاخرة مثل لوي فيتون وشركتي صناعة الساعات ريتشموند وسواتش بنسبة تراوحت بين 3.9% و6.8%. تتجه مجموعة هارلد أند وولف لبناء السفن المعروفة خصوصا بتشييدها سفينة تايتانيك في مطلع القرن الماضي إلى إشهارها إفلاسها. وقال متحدث باسم الشركة إن مجلس الإدارة قد عقد سلسلة اجتماعات ونتيجتها ستكون تعيين وكلاء إفلاس خلال النهار. وتكافح دولفين ديرلينغ المجموعة النرويجية الأم لهارلد أند وولف للعثور على جهة مستعدة لشراء عملاق الصناعة الإيرلندية الشمالية سابقا. وكانت الشركة توظف أكثر من 30,000 شخص في أوائل القرن العشرين، لكن عدد موظفيها حالياً لا يتخطى 130 موظفاً. تكبد أثرياء العالم خسائر حادة خلال ساعات فقط من تجدد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، فقد شهدت جميع الأسواق جلسة عاصفة، وهوت غالبية أسواق المال العالمية والعربية بنسب كبيرة، ما تسبب في خسائر ضخمة وفقا لقائمة بلومبرغ للأثرياء بلغت 117 مليار دولار. هذه الخسائر جاءت على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته التوسع في فرض مزيد من الرسوم على جميع المنتجات الصينية. وكان لجيف بيزوس مالك شركة أمازون أكبر نصيب من التراجع، حيث فقد نحو 3.4 مليار دولار بعد انخفاض سهم شركته بنحو 3.1%، لتصل القيمة الإجمالية لثروته عند 110 مليار دولار، لكنه لا يزال محتفظا بلقب أغنى شخص على مستوى العالم.